ضيفنا في انستافان لاعب الترجي الرياضي التونسي حمدو الهوني، 26 سنة، اللاعب الليبي بعد ما تألق مع النادي الأهلي في بلاده ونادي سانتا كلارا بعد شافيز في البرتغال يختار يستقر في الترجي الرياضي التونسي. موقع البين سبور اكتب عليه حمدو الهوني سليل المختار الذي أدار رقاب الكبار. اليوم حمدو بيشحكي في حوار صريح جدا على البدايات، الصعوبات، التضحيات، النجاحات وخاصة التتويجات. هذا حمدو الهوني في انستافان. ضيفنا حمدو الهوني لاعب الترجي الرياضي التونسي يحكينا بصراحة كبيرة على مسيرته، نقرب أكثر من شخصية رياضي ليبي في حوار خاص. حمدو الهوني مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. انستغرامك؟ انستغرام. مغروم بانستغرام؟ باهي. أكثر تصور ولا ستوريات أنت؟ لا أكثر تصور، ستوريات. حمدو، احنا في تونس نسميه حمدي، معناش حمدو. هذا اسمي حمدو، هو هذا زي ما تقول على جد بوي، هذا بوي مسمين على جد بوي. منين انت اصلك؟ اصلي هوني من الجنوب. هوني من الجنوب الليبي؟ اي من الجنوب الليبي. تولدت وكبرت في؟ في طرابلس. في طرابلس. انستغرامك يهزني اول تصويره. هذا متصور الاولاد للقدم، اول ما حليت الانستغرام تاعي معناتها هذا متصور قعدات معناتها موجوده. قديش عمره؟ 16 15 16 17. جوان وانت صغير كيفاش فقت بالموهبه اللي عندك في الكوره؟ والله فقت بروح، معناتها قلت لك زي ما قلت ديما نكور في الشارع مع اصحابي، ومعناتها كل يوم ديما نلعبوا، وزي ما قلت لك فات الانترنور شافني زي ما تقول، جاء حكي معي. شافك في الشارع؟ شافني في الشارع نلعب ونكوروا خمسة ضد خمسة، معناتها شافني وخلاني قاعد يتفرج علي، ومن بعد جاني حكي معي قال لي أنا شفتك وأنت لاعب ما شاء الله عليك وعندك موهبة، قال لي نحبك تجي معنا في نادي الظهرة. قلت له ما سألش، معناتها كلمت الوالد متاعي وقلت له فيه وفيه وفيه، وقال لي ما برا معناتها جرب وشوف، ومشيت ومن هذيك بدت الانطلاقه نتاعي، معناتها مسيرتي بدت من نادي الظهر. العائله كانت موافقه انك تخلي قرايتك تبع الكره؟ قلت لك ما كانتش موافقه بشكل، معناتها مباشر، معناتها ما بوي بالنسبه للوالد قال لي معلش شويه هيك اقرا والعب كره، وانا كنت معناتها ديما مفضل معناتها الكره على القرايه، معناتها قال لي اما بوي الوالد ديما يقول لي تقرا حتى ساعتين والباقي كملهم برا العب على روح. اما قلت لك في الاول ما كانوش معناتها ديما يقول لي يلها بقرايتك وهذه معناتها الكوره ما تنفعكش وقصه. اما معناتها انا كنت نحب الكوره ونعرف روحي معناتها حنواصل في هذا المشوار متاعي والحمد لله. فما برشا تصاور باش نوريهم لك تشبههم حاجه. شوف تصويره هذه مثلا وباش نوريك تصويره اخرى، هذه مثلا باش نوريك تصويره اخرى وانت باش تقول لي شنو اللي يجمعهم، وهذه شو اللي يجمعهم ثلاثه تصاور؟ يجمعهم الفريج اللي شاد هذه وانا ماشي ديما المطار، معناتها حياتك عديتها في المطارات مع الفليجة؟ بالنسبة ديما حياتي كلها أنا قضيتها في المطارات، معناتها أكثر المدة معناتها اللي ما سافرتش فيها وما طلعتش فيها الفترة متاع فترة الكورونا هذه، معناتها هي دي ما طلعتش فيها والباقي ديما معناتها. أول مرة هزيت فليجتك؟ تذكر النهار؟ يعني نتذكر ديما ما جات لي تونس لهنا لتونس وعن طريق البر، معناتها مش في طيارة، كنت مع فئة البرام في نادي الأهلي طرابلس، كانت هذيك أول سفرة جينا جابونا ستاج هنا، عملنا ستاج. صغيرتي هذه مع نادي الأهلي، نادي الأم، النادي اللي تربيت فيه وتعرعت فيه من منذ الطفولة نتاعي، معناتها هذه. كان لازم إنك تخرج من ليبيا؟ والله معناتها هذا كان حلمي وطموحي، معناتها إني لازم نخرج، معناتها وساعدوني برشا اصحاب، معناتها يعرفوا معناتها باللي انا عندي معناتها مهاره، معناتها اني انا ما نستاهلش معناتها نكون نلعب في ليبيا، وتستاهل معناتها انك تخوض تجربه خارج ليبيا، معناتها زملاء اللاعبين.
أما تبقى ليبي بالأساس ها؟ أكيد أنا ويستحقك الفريق الليبي الوطني؟ أكيد ديما يستحقني ديما لبوا في النداء واللاعبين معناتها أول ما يبعثوا الرسالة معناتها نكون أول اللاعبين حاضرين معناتها في سواء معسكرات سواء مباريات معناتها ديما يلقوا فيها موجود. هذه مع نادي أفش البرتغالي. قعدت مديدة في البرتغال؟ قعدت 3 سنين ونص. هذا النادي زي ما تقول هزيت مع كأس البرتغال اللي زي ما تقول أول تيتر يدخل لهذا النادي معناته هو في المسابقة في الدرجة الأولى. سهل الاندماج مع ناس مش من حضارتك مش من تقاليدك مش من لا بالعكس معناته أنا الواحد إنسان ديما اجتماعي ومعناته محبوب بين الناس ويحبوني في ساعة ما ندخل معناته مانيش معناته من نبعد معناته عادي معناته أي جميع العباد معناته عادي في ساعة ما نستانس بيهم واجتماعي وديما نضحك ومعناته ديما بشوش وديما نشوفوا مني كان معناته الضحكة. تعلمت اللغة؟ تعلمت. تحكي برتغالي؟ شوية 50% تقول 60% أنا نفهم فيهم بالقدام معناتها لما نحكي شوية تواجهني صعوبات معناتها. من بعد نلقاك هنا تصور معناتها أحسن اختيار اخترته يعني مش نادم عليه معناتها زي ما تقول بعض الجمهور الليبي لما شافوا حمدو معناتها كانوا يتصوروا أنه معناتها حمدو يبقى في أوروبا ومعناتها ماذا بهم هم يحبون يشوفوني في إيكيبات كبيرة ومعناتها الحمد لله معناتها كانت في مسيرتي هذه اللي في البرتغال أني وقعت مع نادي بنفيكا البرتغالي أفضل نادي برتغالي أما معناتها حتى هذه معناتها وثلك أحسنت الاختيار فيها ومعناتها مش نادم وأنا فرحان. بين الترجي والبرتغال قلبك مشى لتونس للترجي ولا عقلك أكثر؟ والله بالنسبة لي أنا زي ما تقول مش نكون معك معناتها واضح زي ما تقول إدارة نادي الترجي تواصلوا معي من 2016 أستاذ رياض بنون متواصل معي أما ذاك الفترة حبيت معناتها نواصل في البرتغال لما جاني معناتها بنفيكا البرتغال يشروني من الكيب اللي كورت فيها 6 شهور حبيت معناتها أما من بعد زي ما تقول عملت ليغامون كروزي في ساقي وقعدت زي ما تقول 5 ولا 6 شهور ومن بعد لما رجعت عاود كلمني السي رياض وجات المعلم السي حمد حتى نشكره ديما الإنسان هذا ديما واقف معنا وديما يساند فينا ومعناته الأب الروحي للفريق و نوجه له كل التحية وإن شاء الله ديما ربك يوفقنا ونقدم أي شيء يفرح الإنسان هذا إن شاء الله. وعن الزدا كيف التتويج؟ حتى والنسر هذا كذا معناتها البطولة هذه معناتها بطولة زي ما تقول استثنائية تعلق زي ما تقول تعلق فيها النجمة الثالثة في ماريو الإسبيرانس مزهار تتسمى معناتها كذا حاجة باهية هذه مش أنا بس معناتها حتى زملائي معناتها مزهارين معناتها معناتها حاجة زي ما قلت لك بطولة استثنائية معناتها تقعد في التاريخ. الجمهور ولا يغني لك في الملعب؟ بالنسبة للجمهور من أول ما جيت معناتها ما قعدتش شبه معناتها أول ما وقعت كونترا بنهارين لقيت روحي نلعب تيتولار معناتها ومن بعد من أول ماتش تاني ماتش بدو يغنوا باسمي معناتها فرحان معناتها بالشيء هذا معناتها من أول ما سمعت معناتها الغناية حاولت معناتها نعطي أكثر ما عندي وديما نكون معناتها في التوب وإن شاء الله ربك يوفقني وإننا نسعدهم الجمهور هذا اللي يغنوا بي. حمدو الوالدة هذه أغلى حاجة في الدنيا معناتها اللحظة هذه معناتها متوحشها عندي قريب بال5 شهور ولا 6 شهور ما شفتهاش معناتها نحكو كان بالفيديو وإن شاء الله المدة الجاية باش يجوا بحدها إن شاء الله. قديش فخورة بيك؟ والله معناتها فرحانة بيا وفخورة بيا معناتها
معناتها ولدها وصل لبرشا حاجات ما كانتش هي متوقعتهم و معناتها الحمد لله وانا سعيد معناتها جدا وهي انجاز معناتها ندير اي بطوله معناتها نهدي للوالد والوالده معناتها بدلت لهم حياتهم اكيد معناتها ما بدلتش مش حياتهم معناتها لازم تقول 100% اما ديما معناتها اللي يطلبوه معناتها نوفره لهم ومعناتها ما عمرهمش معناتها طلبوني ولا يقولوا نحب اما معناتها ما دابيا نشوفهم ديما في الطب معناتها الوالد شنو الخدمه نتاعو والله الوالد يخدم في شركه الطب معناتها العائله كانت متوسطه من عائله بسيطه ومتواضعه معناتها زينا زي الناس اليوم لبس عليك لا الحمد لله عقودك باهيه الحمد لله برشا اصفار الحمد لله مبروك الله يبارك فيك مغروم ايه مغروم اما ذوقك تبدل شويه كل مره قاعد نطلع في كلام يا حسره مطوات واحد تحب الميكانيك بالنسبه نحب الميكانيك والواحد اما ديما زي ما تقول لو ما جوش الوالد والوالده معناتها ديما يقول راه ما نرضوش عليك لو تدير الحاجه هذه والواحد باقي ماذا بيا ناخذ ما خير والواحد اما ديما الوالد والوالده ما يحبونيش معناتها ما يحبونيش معناتها اي معناتها جو ناخذ كهرباء معناتها فاخره ولا شيء معناتها ديما تقول لي راني مش راضي عليك عليه هيك ما تحبنيش معناتها دابا تقول لي معناتها فلوسك حطهم في حاجة معناتها هذا تو يجي وقت ومعناتها راه تلقاش في روحك يا ولدي واخدم على روحك ومعناتها تكون دير حاجة للمستقبل والواحد قديش مهم انك اليوم تلعب في تونس ولا البرة وانت تعرف انك سفير بلادك سفير ليبيا أكيد حاجة مهمة وكويسة جدا انك انت حاليا قاعد نمثل في ليبيا أفضل تمثيل وزي ما تقول معناتها نشكر حتى الجمهور الليبي اللي ديما حتى هو يساند فيا ويساعد فيا معناتها ديما واقفين معاي في كل كبيرة وصغيرة معناتها نرجع لهم التحية وإن شاء الله نكون أحسن سفير للكرة الليبية ونقدم أفضل ما عندي إن شاء الله بعد 3 سنين الجايين واللي عمرك تقريبا 29 29 سنة 29 سنة كيفاش ترى روحك؟ أو كيفاش تحب ترى روحك؟ والله إن شاء الله معناتها قلت لك الثلاث سنين هما إن شاء الله نفكر إن شاء الله نكون معناتها نفكر فيهم بقدام وإن شاء الله معناتها ماذا بي أني نحاول أني نلعب إن شاء الله الأمور البلاد تكون راضت وبالثلاث سنين هما نحب معناتها النادي الأم اللي خرجت منها واللي طلعت منها نحب معناتها ما نحبش نمشي لهم معناتها فانت كورير معناتها نحب نمشي لهم ونعطيهم معناتها أبسط حاجة إن هم معناتها زي ما تقول إن هذا النادي اللي فضل علي كبير وإن هم طلعوني وإن شاء الله رد لهم معناتها جميل إن شاء الله حمد الهوني عندي ليك مجموعة أسئلة حاول جاوبني عليهم في أقل من 90 ثانية حاضر؟ حاضر حمدو تحب تمارين الصباح أكثر ولا تمارين العشية؟ صباح حاجة ما تنحاش من جيبك تليفون أخيب حاجة في خدمتك البعد عن العائلة أحسن حاجة في خدمتك التمارين أحسن بلاصة مشيت لها في تونس غار الملح كلمة بالليبي ما يفهموهاش زملائك شنو منه فريق تتمنى تلعب معه برشلونة الرابور المفضل عندك في تونس سامارا سهرية مع الأصحاب ولا عشاء مع العائلة العشاء مع العائلة ماتش مع الترجي عمرك ما تنساه ماتش السد القطر بونتو عمرك ما تنساه كونترا لتوال قديش من ورقة حمراء خذيت في مسيرتك؟ مرة واحدة كريستيانو رونالدو ولا ميسي؟ ميسي حيوانك المفضل؟ كلاب كان ما كنتش كوارجي شنو كنت نجم تخدم؟ نكون سباح أقرب كوارجي ليك في الترجي؟ طه ياسين الخنيسي أكثر غنية ليبية تحبها؟ أحمد السوكني لبسة سبور ولا لبسة شيك؟ سبور أبن ماكلة ليبية عندك؟ بنزين أغلى حاجة شريتها في حياتك؟ الدار متاعي كيف يغني الجمهور إجبد يلهوني شو تحس؟ معناتها كان نلقى نعطي معناتها أحسن ما عندي باش نفرح الجمهور اللي غني باسمي ترجي بالنسبة ليك في 3 كلمات ترجي يا دولة حمد الهوني
يعطيك الصحه.